مثلنا عطلة انت ما مثلنا عطلة انت 7 ايام جو هكا والبلاد كانت قريب من هاك فكنا في بن علي برشا حاجات تصير حاجات انا واحد من الناس يقزوني على الاخر عرفتك يعني ما كثير الشارع كان يستبر وبندير فرحانين بحاجه ليكم وكوا معناتها هذيك الدات نتاع سينيفيكاسيون نتاع تحول وسيي وبلادنا ولات محليه على الاخر لوك وقتها سيرتو العوام من قبل الثوره معناتها فرصه باش الناس تزيد تنقم اكثر 7 نوفمبر تتذكرها وتشوف قديش في تونس في 7 من 7 نوفمبر ومن ما تعنيه الواحد ياخذ برشا دوافع خليه يخدم القدام كانوا باش يعمل كانوا باش يخدم في خدمه يكون فيها بيرفكسيونيست كانوا باش يعمل بروجي يحاول يكون فيها يتطور ويكون فيه عنده مستقبل وديما كي يتذكر العبد ذيك البريود اللي ترمز لها 7 نوفمبر يقول يزي ما خسرنا وخلي نعطيه اكثر 7 نوفمبر نصلي حتى شهر كتاريخ كيوم كشهر نصلي حتى شيء لا تو ولا قبل الله بالنسبة لي أنا ما تعني لي شيء علاش حتى ما تعني لي حد شيء مشيت مع ايام الزين 6 نوفمبر تبع الزين ايش تبعتنا نحن بالنسبة لنا نحن عطلة قبل تو ما عادش تعني شيء ما سنة بيت فاليور ما ولا نهار كيف سير ليا مكان قبل كنا عطلة تو ما عادش ورد الدنيا نظيفة قبل تو عادي سير ليا من عادي في التلفزة تو عادي فماش فرق عادي كما في اي يوم بيرسونيل مو لا يعني ما عندها حتى معنى كان جوست هذيك بارد وتتبدل واني نسكن غادي معنا توا 7 نوفمبر نجم نحكي لك رمز للثوره رمز للديكتاتوريه قبل والبنا عليه وما نعرف شنو اما ليه بالرسمي معناتها النهار كيما اي نهار ولا ما عادش عنده حتى معنى ميم با نفيق بيه كي تعدى قبل كنا كي كنا صغار كنا نفرحوا بيان سور بالعطله وكل شيء خاطر كنا ما نفهموش العهد السابق شنو وكل شيء مي فريمون توا ولينا نفرحوا اللي كيجي الوقت تاع 7 نوفمبر ونحسوا اللي احنا عملنا ثوره ونحنا خرجناه ونحنا ما عادش نحتفلوا به النهار هذايا كان قبل فرحه وتوا ولا فرحه اخرى اللي احنا خرجناه ايفينمون تاع العهد السابق معناتها تونس تحتفل وتتزايد البلاد وتريقل وتنظاف وهي نظيفه قبل كانت خير من توا لكن تتزين تضرب واقع البلاد فما احتفالات خاصة تصير وتو توا سي لا تريستيس فهمني سي لا تريستيس مالوريزمون الله غالب هكا بون ما يعنيليش برشا 7 نوفمبر بتاتر عطلة قبل هكا سينو شوية بندير في تلبس هكا وتو نهار كيف وكيف بقيت الايامات معناها هكا 7 نوفمبر ما في لي حاجتين حاجه كوكتي سياسيه انها كانت العهد القديم عهد بن علي انها جور فريي وفما احتفالات كانت موجوده فيها وكلها سياسيه تبع سياس ودو بليش كسا عنا فيها عطله تبع الليسي وكي وكل شيء تويكا حتى شيء بانها اللي هي مش موجوده تويكا والله بالنسبة لي أنا ما فيلي حتى شيء ما عندها حتى شيء عار بل ما تمثل حتى شيء بالنسبة لي أنا وكما زيدك كيف تمثل حتى شيء عليش عطر ما تعني مية جملة حتى تونس تو بريسك الشباب كل ما عادش تعني كل تحب تخش 7 نوفمبر قبل كانت يعني حاجة امبليماتي بون كي كنت صغير عندي انا 7 نوفمبر سلاع ما تمثل حتى شيء مي كنت تمثل الانسامبول نتاع بيسونس كل عام نتفكر اللي زين العابدين رئيس حاجه ما لازمناش نساوها توا براتيكمون نفس الحكايه معناها 7 نوفمبر كاينها مره هكا ما خيبها ما تعديش حتى كي جينا 7 نوفمبر تبدا متقلق هكا ما عينكش ماذا بينا نحيوها من الكالندريي